في حلقة اليوم غادي نتكلموا على الجن وما له وما عليه والخرافات اللي كنسمعوا عليه اللي كتخلينا نعرفوا الفرق ما بين الحقيقة وما بين الوهم. غادي نعرفوا الفرق ما بين الجن والشيطان، كيفاش دايرين، شنو تياكلوا، وأسئلة واحدة أخرى. حلقة اليوم ما اخترعتهاش من عندي، وليس بهدف أننا نخافوا، ولكن باش ناخذوا الحذر ونتعلموا كيفاش كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيتعامل مع هذا الباب. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. اخر سؤالنا كان في حلقتنا الدينيه، هو كلنا عارفين بلي انه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ما عندوش الخوت شقاق، ولكن عنده واحد الاخت من الرضاعه، شنو سميتها؟ وتبارك الله عليكم كان الجواب نتاع معظمكم صحيح، واللي هو شيماء. اما سؤال حلقتنا اليوم، من الذي لقب بأمير المؤمنين؟ ما تنسوش أنكم تخلوا لي الإجابات لتحت التعليق لأني كنقراها كلها. فإذا كنتي جديد على القناة نقول لك مرحبا بك، وإذا كنتي من أهل الدار فالدار دارك وراك منورنا. فالقرآن الكريم تكلم على الجن وحتى السنة النبوية، فإذا جبت معكم هذا الموضوع في حلقة اليوم فهو لهدفين. أولا باش نعرفوا كيفاش نحافظوا على رأسنا من شرهم. سيدنا حذيفة بن اليمان كاتم سر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تيقول بلي أنه الناس كانت كتسول سيدنا محمد على الخير وأنا كنت كنسوله على الشر مخافة أن أقع فيه. والهدف الثاني نفرقه فين الخرافة وفين الحقيقة في هذا الموضوع. خليني ما نطولش لكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. يا سادة يا كرام، حتى حد في العالم ما يقدر ينكر وجود الجن، حيتاش مولانا أثبته في القرآن وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أثبته في سنته المطهرة. فالجن هو من قبيل السمعيات. شنو معناها؟ يعني في علم التوحيد واللي هو علم العقيدة اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، عندنا الإلهيات والنبوات والسمعيات. فالسمعيات لا مجال للإخبار عنها إلا بالسماع بالقرآن الكريم أو لكل ما أخبرنا به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بحال القبر، النار، الجنة، العرش، الكرسي، اللوح، القلم، الملائكة وحتى الجن اللي هو موضوع حلقتنا اليوم. هاد الأمور ما كانت ناقشوش بها إلا من القرآن والسنة النبوية. فخليني نبدأ معكم من خلق آدم عليه السلام. مولانا أعلم الملائكة بلي أنه غادي يخلق خلقا اللي غادي يعمر هذيك الأرض، وبدا كيصيفط الملائكة ديالو واحد تبع الآخر باش يجيب سبعة من قبضات من سبع أراضين مختلفة. فكل ما شي ملك كان تينزل الأرض كانت كتقول ليه أستحلفك بالله لا تأخذ مني خلقا يعصي الله، وتيرجع هذاك الملك. حتى جا ملك الموت والأرض قالت ليه أستحلفك بالله لا تأخذ مني خلقا يعصي الله. فملك الموت ما سمعش لنداء الأرض ولا الاستغاثة ديالها، وإنما قال تنفيذ أمر الله أوجب من كلامك، يعني هذا أمر ديال مولانا واجب علي أنني باش ننفذه. غادي ياخذ سبعة ديال القبضات من سبع أراضين مختلفة. داكشي باش مولانا سبحانه قال ليه أنت تصلح لقبض أرواح ابن آدم. فمولانا سبحانه من الخلقة خلق آدم عليه السلام من سبع قبضات، وهذا الشيء كيبين لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال باللي احنا كلنا ماشي واحد، بمعنى فينا الأبيض والأحمر والأصور والشديد واللين والقوي والضعيف، وكل واحد على حسب الطينة اللي تخلق منها. شنو هو سبب العداوة بيننا وبين عالم الجن؟ فمولانا لما خلق آدم عليه السلام سجدوا ليه جميع الملائكة، سجود ماشي عبادة أو خضوع كيف تقول البعض، ولكن سجود تحية واحترام وإكرام. فقاع الملائكة سجدات إلا إبليس. نزيدكم القرآن الكريم تيقول بلي أنه إبليس كان من الجن، ولكن ارتقى في الإيمان ديالو وفي العلم حتى ولا مستشار الملائكة. تخيلوا ما كان سميتو إبليس، كان سميتو عزازيل، ولكن لما فسق عن أمر ربه ولا شيطان. يعني إبليس ما كانش من الملائكة كيف كانت يصحاب ليا، ولكن كان جليس الملائكة بصفة أنه كان أعبد أهل الأرض وأعلم أهل الأرض، وكان كثير الطاعة وكثير القيام والتسبيح والذكر. وداكشي باش ما خصناش نتغرب بالعبادة، وهذا الكلام غادي نولي ديما نذكر به راسي، حيتاش إبليس كان أعلم أهل الأرض قاطبة، والناس اليوم كتنعلو في كل شيء. المهم إبليس غادي يرفض السجود حيتاش غادي يدير أول معصية غيعصي بها الله في السماء. في نظركم شنو هي؟ الحسد.
إبليس غادي يحسد سيدنا آدم على النعمة اللي عطاه مولانا، داكشي باش عصى الأمر الإلهي ورفض أنه يسجد. وهنا مولانا غادي يخرجوا من الجنة، غادي يطردوا شريدا ملعونا شيطانا رجيما، غادي ينزل للأرض وغادي يعلن لمولانا أنه ما غاديش يدخل جهنم بوحده، ولكن غادي يدخل بذرية آدم عليه السلام. بمعنى غادي يبدا كيغوي فيهم ويزيل لهم الباطل حتى يدخلهم كلهم لجهنم. احنا عرفنا بلي انه مولانا فاتح لنا الامل، ديما تيقول لنا اني قريب. كيفاش يا مولانا؟ وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. والاستغفار هو نجاة ديالنا من إبليس. وهكذا كانت البداية تاع إبليس نعلة الله عليه. نزيدكم، فكل مولود كيتولد إبليس تيجدد لنا هاد العداوة. كيفاش؟ سيدنا محمد تيقول بلي أنه ما كيش مولود كيتولد إلا وتيغوت، حيتاش إبليس تينغزو في الجنب ديالو، داكشي باش العداوة بيننا وبين إبليس. إلا سيدنا عيسى ومن قبله أمه مريم، حيتاش أم مريم عليه السلام فاش حملت بسيدتنا مريم عليه السلام قالت الدعاء المشهور اللي هو وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. إبليس والشيطان أو الجن واش عندهم القدرة باش أنهم يبانوا لنا؟ هما عندهم القدرة يتشكلوا في كل الأشكال سواء كانت مزيانة أو لا خيبة، كيقدروا يبانوا على شكل حيوان أو إنسان أو لفعة. نزيدكم معلومة واحدة أخرى، وانت كتصلي شحال ما تخشعتي كتلقى إبليس كيدخلك في صلاتك، حيتاش كاين شيطان مخصوص في الصلاة. المهمة ديالو أنه يخرجك على الخشوع، المهمة ديالو ما تكملش الصلاة وانت مستحضر لعظمة الله، ضروري ما يخربقك، كيفكرك في كل ما هو دنيوي، المهم انت ما تكملش في ذاك الخشوع ديالك. وهذا ماشي قلة إيمان أو لا ضعف منا، ولكن هذه هي خدمته، ماشي غير معايا ولا معاك. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان تيصلي ومن بعد لعب معاه إبليس باش أنه يخرجوا من خشوع الصلاة. سيدنا محمد غادي يخنقه حتى الريق ديالو سال على يد الشريفة نتاع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. غادي يقول الصحابة كنت غادي نربطو لكم في العمود باش في الصباح الدراري الصغار يلعبوا به، غير أني تذكرت دعوة أخي سليمان. إلا كنتوا عارفين ولا باقين عاقلين من القصة نتاع سيدنا سليمان شنو كان قال؟ ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. داكشي باش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المؤدب لما تفكر الدعوة نتاع سيدنا سليمان رفض باش أنه يربط الشيطان وهو يتلقو. إذا كنتوا باقين كتذكروا في ديك الحلقة نتاع غزوة بدر كنت قلت لكم بأنه الشيطان تمثل للمشركين نهار ديال الغزوة في الصفة ديال سراقة بن مالك، ووعدهم بالنصر وقال لهم ما تخافوش انتوما غادي تنتصروا على المسلمين. للقرآن الكريم سجل هذا الكلام في سورة الأنفال لقوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. خصنا أيضا نرد البال لأنفسنا من أن نسمع الوساوس الجن والشيطان أو لنمشي عند ساحر أو كاهن ولو من باب نتاع ندير المحبة أو لنقرب مني ولدي أو لرجلي أو لأخوتي أو الفكرة نتاع ما غنأديش ولكن غير غادي نقرب أو 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 مهم دوك الكلام، حيتاش يوم القيامة الشيطان غادي يخطب خطبة عصماء وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الشيطان غادي يتبرأ منك، داكشي باش أكثر حاجة كتغضبه أنك تسجد وأنك تدبر في داكشي اللي هو ما دارش اللي هو العبادة للمولانا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تيقول إذا أقرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فللنار. فإبليس لما قال مولانا ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال ليه
إنك لمن المنظرين. وهنا مولانا ماشي استجب الإبليس، فإبليس بغي يخدم الذكاء ديالو مع ربي، وقال ليه يا ربي خليني حتى اليوم الساعة، علاش؟ باش ما يتصعقش مع من سيصعق ولا يشعر بالفزعة. وقال ليه ربي إنك من المنظرين وماشي إلى يوم يبعثون، ولكن إلى يوم الوقت المعلوم باش تفزع مع من سيفزع وتصعق مع من سيصعق، حيتاش ما غادي ينجى منا إلا من شاء الله. فيا سادة يا كرام، الجن أثبته القرآن، وحتى حد في الدنيا ما يقدرين فيه كيف قلت لكم في أول حلقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيضا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تيقول أبو سعيد الخضري، أنا عارفك باللي أنك تحب الغنم وانت غادي بالغنم ديالك في الصحراء وبغيتي تأذن، علي الصوت ديالك. قال لي أبو سعيد علاش يا رسول الله؟ قال لي فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا يعني بلأنه الجن بحالنا تماما، في الغليظ والرقيق والطويل والقصير والأسمر والأبيض والأحمر، تياكل وتيشرب وكيتزوج وتيولد، وعنده لسان وفم وعينين وقلب وجوارح وصوت ودواب مخصوصة. هما نفس الشكل ديالنا ولكن من خلقة النار، هذا هو الفرق ما بيننا. الملائكة من نور، احنا من طين وهما من نار. والجن أيضا تيموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. مولانا سبحانه هو الباقي وكل حاجة إلى زوال. كيف قلت لكم الجن أيضا كيتزوج وكيتكاثر. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. حضرة الحبيب عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه القرآن بيلينا بعبارة بسيطة باللي أن الجن منهم الصالح ومنهم الطالح، ولكن احنا تفرقوا ما بين الجن وما بين الشيطان بحاجة واحدة، أن الجن بحالي كيطيع ويعصي إذا جاب الله أنه فسق عن أمر ربه وتكبر وفجر وعلى واستكبر، كيتحول الشيطان. الجن تياكل العظومة الميتة، تياكل كل طعام ما تذكرش فيه اسم الله وبقايا طعام الإنس. داكشي باش الحبيب قال لنا نغطيو الإناء إذا بقات لنا الماكلة، وإذا كليتي شي حوت أو دجاج أو لحم وبقى العظم منه فما تخليهش في الدار، خصوصا إذا كانوا عندك الدراري الصغار، ديرو في بلاستيك سدها ولوحها على برا أو لا خطيها، حيتاش الجن تياكل بشماله وكيشرب بشماله وكيعطي بشماله. داكشي باش تعانى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى التيمن في الأمور كلها. أيضا إذا لقيتي الفعة أو اللحية في دارك ما تقتلهاش، تقدر تكون جن وانت ما عارفش، حيتاش الحبيب قال الحياة من مسخ الجن كما مسخت الخنازير والقردة من بني إسرائيل. الإمام مسلم يروي حديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود تيقول في واحد الليلة افتقدنا سيدنا رسول الله ومشينا تنقلبوا عليه وما لقيناش، ودوزنا أسوأ ليلة خايفين على سيدنا رسول الله حتى صبح الصباح ولقاوه جاي من جبل حراء. كانوا خايفين لشي حد أنه يكون قتلوه، وقالوا لي يا رسول الله فين كنتي؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. وقال لهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود والأشخاص اللي كانوا معاه تعالوا، فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. ومن هذا الكلام كيتضح لنا باللي أنه كين فيهم المسلم والكافر والمؤمن والعاصي والمحسن، ومن أهل اليقين وأهل الإحسان. فالجن أنواع، كي اللي تسكن معنا في الدار، كي اللي تسكن في الصحراء، كي اللي تسكن ما بين الصخور، كي اللي تسكن في البحور في الأسوار وأماكن ديال القاذورات عزكم الله. داكشي باش يقول لنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما من أهل بيت إلا وفي سقف بيته من الجن، زعما أي دار في الدنيا الجن كين فيها. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام نهانا على البول في الجحور حيتاش هو مسكن الجن، وبين لنا بلي أنه الشيطان كينصب الراية ديالو على الأسواق وكيقيم المعارك ديالو فيها. الجن والشيطان كينشطوا بزاف في الليل. داكشي أيضا باش أمرنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما يأذن المغرب نحبسوا ولادنا على أنهم ينقزوا ويلعبوا، حيتاش الجن كيطلقوا الأطفال ديالهم في نفس هذا التوقيت. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا أننا نسدوا البيبان ونستروا الماكلة زعما نخطيوها. واش ممكن الإنسان يشوف الجن بحال مثلا كتشوفوني وأنا كنكلمكم في البشر؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هما تيشوفونا ولكن حنا لا. قلنا في البشر لا، أما الحيوانات كتشوف الجن ولكن ما كيقدروش يتكلموا ولا ينطقوا. داكشي باش أعزكم الله الكلب إذا نبح على القبر كنعرفوا بلي أنه مولاه كيتعذب. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تيقول إذا سمعتم صياح الدياكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا.
أما إذا سمعتوا نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه وراء شيطان. كاع الحيوانات يمكن لها تشوف الملائكة والجن إلا الإنسان، وإذا ما مسموحش لك باش أنك ما تشوفهمش فهذا لا يعني باش أنك تنكر هذا الأمر. الجن مخلوق من النار، داكشي باش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصانا بكثرة الوضوء، حيتاش النار ما كيطفيها إلا الماء. وأخيرا شياطين الإنس أخطر من شياطين الجن، حتى مولانا في القرآن الكريم تكلم على شياطين الإنس أكثر من شياطين الجن، حيت الشيطان الجن مسكين فقير، ربي حط وسائل بغية تقضي عليه وكيتحرق. أما الشيطان الإنس مهما استعاذ فهو كيبقى تابعك تيغويك ويزين ليك طريق الشر. وهذه هي كانت حلقتنا اليوم، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم، زادتكم معلومات ما كنتوش كتعرفوهم على هذا العالم. انا صراحه عني شخصيا بزاف ديال الحوايج ما كنتش عارفاهم عرفتهم وغادي نولي ندير بهم. مثلا كننسى دائما انني نقول بسم الله، دابا ترسخات ليا فراسي. بعض المرات كننسى ان الماكله ما كنغطيهاش، غادي نولي كنغطيها. وحوايج اخرين ما تنسوش انكم تجاوبوني لتحت على سؤال الحلقه. واخيرا خليوني نختمها معكم بشي دعاء خفيف ظريف، واخا لست اهلا للدعاء ولكن الله يتقبل منا. فاللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجبر كسرنا ورب لنا أولادنا فإننا لا نحسن التربية. اللهم كما أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك، اللهم ألبسنا ثوب العافية. دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلقوا في مقريب. سلام سلام.